هكون هستأذنك وهنرجع لك تاني. كل الممثلين ما يستغنوش عن واحد مهم جدا، مهنة الريجيسير. طبعا تمام طبعا. معايا دلوقتي مداخلة مهمة جدا من يعتبر أشهر ريجيسير في مصر دلوقتي. لا أنا بعتبره مدير إدارة شؤون الممثلين في مصر. مدير إدارة شؤون الممثلين. مساء الخير أستاذ سعيد أرابيسك. عم سعيد أرابيسك حبيبي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. ازاي حضرتك؟ منورنا يا فندم. منور فضفضة. الله يخليك يا أستاذ ربيع. كل سنة وأنت طيب يا حاج سعيد. أهلا وسهلا بحضرتك وضيوفك الكرام. معايا في البرنامج أستاذ مجدي شكري وأستاذ صلاح خليفة، الممثلين الجمال الفنانين. أه طبعا طبعا، من الناس المحترمة اللي مش واخدة حقها. الله يخليك يا عم سعيد. أه والله والله من الفنانين الجامدين جدا في الوسط الفني، اللي هم بس محتاجين فرصة. الله يخليك. محتاجين فرصة ياخدوها، والله هيبقى احسن من نجوم كتير موجود على الساحه يعني. طيب وانا معايا استاذ سعيد ارابيسك، وطبعا كلمه ارابيسك دي انت خدت اللقب ده، تقول للمشاهدين خدته ازاي اللقب. استاذنك. والله والله انا كنت بعمل المسلسل اسمه ارابيسك، انا اسمي اصلا سعيد فاضل. انا كان معايا صانع الارابيسك الحلقه اللي قبل اللي فاتت، استاذ جمال عبد الحميد. استاذ جمال عبد الحميد. انا اتفرجت على الحلقه واستمتعت بيها الصراحه يعني. الاستاذ جمال عبد الحميد يعني يعتبر من افضل المخرجين الموجودين في مصر. تمام. بس هو للاسف بقى يعني مش عارف ايه اللي حصل في الوسط الفني. زيه كتير من الناس المخرجين الكبار اللي حرمونا منهم. ما اعرفش حرمونا منهم ليه يعني، لو نعرف السبب كنا زعلنا. انما هم حرمونا من ناس كانت بتعمل اعمال فنيه جميله خالده وستظل خالدة إلى يوم الدين. طيب أنا ما بعديش حرف بيتقال غير لازم أسأل وانكش فيه. حرمونا منها، أنت قلتها ثلاث مرات، هما مين؟ المسؤولين. المسؤولين على الوسط، الناس المسؤولة عن الفن. الفن. طب وحضرتك؟ وللأسف وللأسف الشديد أنا ما أعرفش بقى هما مين حاليا. طيب يعني أنا حضرتك قامة فنية، أنت حضرتك يعني حضرتك كنت بتمثل زمان وماسك الوسط الفني كله. انت قلت اسمه ايه؟ رئيس انا بعتبره هو يعني رئيس شؤون الممثلين، مدير اداره شؤون الممثلين في مصر. عم سعيد. الحمد لله. عم سعيد. عم سعيد كان ليه الفضل بامانه يعني بلا مبالغه، ده حقيقي، انه صنع نجوم. قدم نجوم. كان ليك الفضل انك تصنع نجوم. مين اهم النجوم اللي طلعوا تحت ايد استاذنا سعيد ارابيسك على الوسط يعني الفني؟ انا يعني اول ما كنت ناوي ما حبيت اخش المجال الفني كنت داخل على اني همثل يعني. كنت حابب ان انا امثل. فقال الظروف ما ساعدتنيش ان انا مثلا لا هبقى نور الشريف ولا هبقى فاروق الفيشاوي ولا هبقى ناس من ده. فحبيت ان انا اخد نفس المجال بس اخده بطريقه ثانيه واساعد الناس توصل للي كان نفسي انا اوصل له. صحيح. هو فعلا هو بيحب الناس بالشكل ده يعني. بص. على رأسهم الاستاذ منى زكي، محمد رمضان طبعا، منى شلبي، منى فضالي، انتصار، مجموعه كبيره جدا من الفنانين يعني. انا مش عاوز انسى حد. احمد عز. صحيح. يعني احمد عز وغدا عادل عملوا معايا في الدنيا كل واحد ثلاث مشاهد بقوا منهم نجوم. صحيح. محمود عبد المغني يعني برضه عمل دور مكان احمد السقا الجزء الثاني. محمود عزت برضه من الممثلين الكويسين برضه اللي مش واخد حقهم كتير. احمد سعيد عبد الغني يعني مش كتير جدا من النجوم والحمد لله رب العالمين. والناس خالد صالح الله يرحمه طبعا. طبعا الله يرحمه. الله يرحمه. الناس خالد صالح طبعا الله يرحمه ويحسن اليه. طبعا من افضل النجوم اللي انا حبيتها ووقفت معاها وهم ما انكروش الجميل يعني. واحد من الناس هو في دار الحق واحنا في دار الباطل. الوحيد اللي ما انكرش الجميل ده. السؤال اللي انا كنت لسه هساله لك، هقول لك الفنانين الكبار لحضرتك اللي بقوا كبار على ايدك فاكرين لك ده استاذ سعيد؟ والله هو في المقابله يعني لما يبقى وجه لوجه هم بيقابلوني كويس جدا وبينكروش طبعا. انما ما يعني لو عاوز اقول لك هم لا طول ما هم بعاد وانا بعيد عنهم. لا ينسوا سعيد يعني مش قادر اقول لك. صحيح. مفتكروه يعني.
انا الحلقه اللي فاتت كان معايا استاذنا الكبير استاذ جمال عبد الحميد وفي مداخله كان استاذي استاذ صلاح عبد الله فبيحكي للمشاهدين بيقول استاذ جمال عبد الحميد انا مفيش افيه عملته في ريا وسكينه غير هو اللي بيبصهولي قالوا بالنص كده بيديني الافيه وانا اللي اقوله فكان نوع من انواع وانا شكرته ساعتها نوع من انواع اللي هو رد الجميل ورد الاعتبار فده شيء جميل هل يعني احنا عايزين دوت يا جماعه استاذ روبير كان الفن زمان غير دلوقتي خالص دلوقتي انت شوف النصوص اللي بتتعمل مفيش نص حتى له هدف صحيح ولا له اصلا غايه يعني مفيش حاجه تعلم تخلي الواحد حتى يقعد كده جنب العمل يتفرج عليه انا عايز اقول لك انا كم الاعمال المعموله السنه دي ما اتفرجتش على حاجه منهم ولا استمتعت بحاجه منهم كلاب بقى حضرتك ما تتكلم عن زيزينيا تتكلم عن ارابيسك تتكلم عن المال والبنون تتكلم عن ذهاب الجبل تتكلم عن الضوء الشارد تتكلم عن خلصة فيها والدير يعني لا دي اعمال خالده في تاريخ الميديا يعني الحلواني طبعا انا عايز اقول حاجه تاني كل الاعمال دي كانت اعمال هادفه الناس كانت بتقعد تستناها صحيح عايز اقول حاجه بالنسبه لعبد السعيد اتفضل مفيش مخرج اشتغل معاه الا ولازم يطمن له بمعنى انه بيجيب له الممثل انكاست الدور انكاست اللي هو يلائم الدور ده عم سعيد بيرشح الناس اللي عارف ان هو هيعمل ده وللاسف يا استاذ صلاح برضه يعني اللي باظ الشغل السنه دي شغلانه الكاستنج دايركتور اللي طالعه فيها أيوة. لكل من هب ودب صحيح ملوش في الفن ولا عمل حاجه قبل كده وكلها عشان واسطه ابوه في التخليه مش عارف ده حقيقي ده حقيقي ده يعمل مكتب يقول لك كابتن انا كابتن دايركتور ولا يفهموا اي حاجه بالظبط ولا يفهموا اي حاجه في الشغلانه واتحدى اي حد فيهم يرشح يعني انا مثلا قبل حضرتك مثلا كنت بعمل مسلسل مع مدام شيرين عادل وطلبت شاب يعمل دور باسم سمره وهو صغير اتحديت اللي كان جاي يعمل كابتن دايركتور انه يجيبه وانا بشكه واحده من على تليفوني ورنا طول قالت هو ده صح. وهي موجوده وتشهد بالكلام أيوة ده ايوه على طول استاذه مين شيرين عادل استاذ مجدي شكري انا جبته لها في العار لما جاء وشافته قالت انت جبت الراجل ده منين صحيح انت جبته منين كنت بقى ده هو ده اللي انا عاوزاه وفصار يا عم سعيد كنت انا ما اعرفش يا استاذ روبير اخش عمل الا ما اراه كاملا وافرغه واعرف كل تفاصيله وابقى فاهم واناقش المخرج وعاوز ايه وجهه نظره ايه وجهه نظره ايه واقعد وارشح وهو يرشح وكان بيختار من عندي الافضل صحيح ايوه صحيح صحيح لا والله يا استاذ روبير والله بيختار من عندي الافضل انا بعتبر شيرين عادل كانت اول ما تمضي عمل تكلم لي تقول انا مضيت في الحته الفلانيه يكلموني اروح للنصر واقعد اقرا وافرغ ونتقابل ونعمل ده كان في حاجه اسمها بروفات يا استاذ روبير ايوه يا فندم هم بطلوها ولا ايه البروفات دي يا حاج سعيد هم على الهوا يعني كل اللي في الميديا يعني من اداره عمل او في كارير الاخراج مصلحتهم عندك انت لان انت حد فاهم الشغلانه كويس قوي طبعا طبعا لا الحمد لله فعلا يعني ده بامانه ده بنقوله من وراك مش من قدامك يعني والله انا يعني داخلها بحب عمري ما بصيت لها انا عارف يا حاج سعيد انا دخلتها ان انا بستمتع بالفن طبعا عشره عمر يعني شغله حضرتك انا شايفها من الاهميه انا هدي تشبيه بسيط جدا للساده المشاهدين وده اللي انا فهمته حضرتك المخرج هنقول ده رئيس الجراحين هيعمل عمليه حضرتك اللي بتختار له مين دكتور البنج ومين الدكتور بالزبط. الممرض مين بالزبط. اللي بيعمل طبعا. كذا طبعا. انت اللي بتختار لو اخترت غلط العمليه هتفشل بالظبط يعني بدايه يعني العمليه الانتاجيه يعني من عندك استاذ رامي هضرب حضرتك اقول لك وعصب الشغلانه اول حاجه كان نعملها فيديو كان انا عاوز اتجوز هند صبري تمام مدام سوسن بدر والاستاذ ومدام هند صبري قالوا له اللي يقف معاك وعارف كل الممثلين الفيديو واحد من مساعد ارابيسكو انا كان اول مره اقابله ولا اشوفه. كان اتصل بيا وكلمني ورحنا قعدت انا معاه وخدت النص وبقيت اقرا النص واحط له لكل شخصيه بالزبط. ثلاث شخصيات ثلاث ممثلين كان بيحتار يختار مين من حلاوتهم. صحيح. والله يا استاذ ربيع استاذ سعيد هو موجود اهوت ويسال عن الكلام وانا ما انا شاركت يعني في العمل ده يا سعيد بفضلك يعني انت اللي رشحتني ده كان اول تعارض بيني كل خير
وللاسف الله يخليك يا عم سعيد، يعني اتحرمت من الشغلانه شويه الله يخليك، عشان كده انا قصرت معاكم. لا يا عم سعيد احنا احنا فخورين بيك يا عم سعيد والله، وانا يعني احنا بنحبك في الله وانت راجل محترم. كان التعارف مع الاستاذ رامي، فنجحت معاه في الحلقه اللي عملتها، اللي هو كان كل ممثل بيجي يضيف حلقه في حلقه عايز اتجوز، فجابني بعد كده في العراف. يعني مفيش ممثل عمل حلقتين الحمد لله باشا. احنا طبعا بنشكر حضرتك، كان كل ممثل بطل حلقه، بنشكر حضرتك جدا يا استاذ سعيد على المداخله القيمه ديت، وانت حكايه كبيره قوي وحدوته. برضه هتبقى معانا في حلقه من الحلقات عشان نحكي ونفضفض. جدا بيك والله، ان شاء الله يبقى شاء الله. اللي جاي افضل واللي جاي احسن. شكرا يا فندم، كل سنه وانت طيب يا فندم. شكرا، كل سنه وانت طيبين يا فندم.